البنات شوفوا لي سروال باراشوت البنات 1000 ريال. 1000 ريال السلعه ديال 50 درهم. هادشي كله 50 درهم. هادشي كله 50 درهم. تبارك الله القوام هادو ديال الكوبلي تا هما 50 درهم. ها هي 150 درهم 50 درهم. 1000 ريال. يلا البنات ها هي. دابا بحال هادي ها هي بقى 50 درهم. عرفتوا هادو مع اش كيجيو؟ كيجيو مع السرا والعراض. دابا ب 80. وكاين اللي كان الثمن ديالو 120 درهم. دابا 80 درهم. 80 درهم. البنات شوفوا لي الجديد والكسيوات، شوفوا لي الموديل جغزال. هاد الكسيوه هادي شتويه البنات ما شاء الله، لبسه كامله بصباطها بسروالها بالتريكو. شوفوا لي لبسه اخرى كامله مكموله ما شاء الله. هاد المارون هذا جغزال الجديد اللي جا في الجاكيطه ديال الجين اول مره. هاد الكاميل هذا يعني هذا هو البنات طويل تريكو بدوك لي ستراس جغزال. شوفوا الستي ديالو شحال زويون. دابا هادو هما الصبيبطات اللي دارجين على على الموضه. هادو حتى هما ديال اسبانيا اختي ناديه. البنات كيف نسقنا لكم هاد اللبسه هادي 100 درهم بالنسبه للمقاسات اختي ناديه كانوا 150 درهم 100. صافي هز اختي ناديه شوفوا لي الصوي كيفاش. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاش كرتوني انا فين؟ انا اليوم عند اختي ناديه وجينا البنات نايضه عاوتاني. ناديه اختي اليوم غتبرع ليا المتابعات لونصات واحد الفيديو قصير فيه السولد كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله المحل عامر، واللي باقي ما شافوش غيشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. السولد راه غير شويه، السولد الكبير والزوين كنخليه للمتابعين. الله يحفظك. الجيش العثماني. الله يحفظك. الجيش العثماني ما شاء الله. الله يحفظك. اللهم بارك وبغيتهم يكثروا 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 حتى ما يبقاش عندنا في. عرفتي دابا فكرتيني بجيش العثماني، دابا كيقولوا لي قناه العثمانيات يمكن حيت هي بنت سيدي عثمان كاتبه العثمانيات. شوفوا الناس اللي كيسولوا على واش انت بنت سيدي عثمان دايره قناه بسيدي عثمان، انا الكنيه ديالي العثمانيات، الكنيه ديالي العثمانيه البنات ماشي القناه على السيكتور سيدي عثمان. وتحيه للناس ديال كازا وديال المغرب كامل والناس اللي خارج المغرب حتى هما المغاربه خارج المغرب. المغرب وخارج المغرب حنا كنرحبوا بهم وكنشكروهم وكنقولها لهم دائما. كنقول لهم اش كتقول اخت لطيفه؟ كتقول لك ارقى واحلى متابع. انتم اللي كتقولوها لي، انتم اللي كتلاقاو معاهم اكثر. انا الرقي غير في التعاليق ديالهم. شوفي يستحقوا الشكر. مرحبا كبير وراهم ديما في القلب ديالنا. وحنا رحنا العائله ديال العثمانيات كاملين كنحسبوكم خواتاتنا وعائلتنا وحبابنا وكلشي. يلا على بركه الله. امين اختي نادي الله يحفظك ويخلي لكم ولا دارك ويخلي لكم يا ربي امين. ولكي بالمثل وللجميع ان شاء الله. والعثماني الله يرحمه يا ربي امين يا ربي. النهار هذا يا ربي يرحم جميع موتانا المسلمين. الله يحفظك اختي ناديه. تحيه للجميع. راه هما حنا بلا بيهم راه حنا والو. هذاك الشيء اللي كاين وحنا داك الشيء علاش كنحاولوا ديما نقربوا لهم واحد الحاجه والله يجعلنا خفاف على قلوبكم يا ربي امين. انطلقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. توكلنا على الله. على بركة الله غنبداو بالهميزات. المهم راه مقبله وانا حابسه ولكن الناس كاينين. انا غادي نصور لهاد الجو ونخلي الناس ياخذوا راحتهم. واليوم معنا خاوله ان شاء الله وغنبداو باول هميزات. تفضلي. صافا لاباس عليك اليوم غنشوفوك في الرومي. يلا على بركة الله غنبداو باول موديل هو اللي لابسه خاوله. يا تبارك الله. بنياتي 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 ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم كاملين على بنياتنا. يلا اول موديل هو اللي لابسه خاوله. لبسنا ليها كل يعني كاينه هاد البوليرو هادي سروال وكذلك هاد البودي. ما شاء الله دوري. هادي كتلبس هكا بحال شكل قبيه في هاد لي ستراس هكا في الدار. كتلبسيها مع كل شيء، كتلبسيها مع كل شيء ماشي غير هكا سبورت، تلبسيها حتى مع السراول الجين الى اخره وفيها الالوان. وعندنا السروال ديال السورفات حتى هو فيه الالوان. بالنسبه للبيلا البنات 80 درهم، 100 درهم القبيه و100 درهم السروال. نشوفوا الالوان ان شاء الله. فيهم البنات فيهم هذا الاخضر هذا ها نتوما، فيهم هذا الغوز هذا، فيهم سيال 100 درهم بالنسبه للمقاسات اختي ناديه كانوا 150 درهم. 150 كاين اللي فيه كاين اللي فيه الطاير بحال دابا هذا السامبل ما فيش. هالنواغ شوفوا لي النواغ اللي بغى السامبل راه كاين السامبل حتى هو كاين. اييه هما كيلبسوا حتى 44 46 44 46 هما اكبر طاير بحال قلتي اكس ال دوبل حتى الدوبل اكس ال 100 درهم اليوم. هاد القبيات هادو حتى هما كيتحسبوا بحال شي القبيات اختي ناديه ياك سيري. بالنسبه للبودي
البودي الالوان اللي فيه هانتوما شوفوا في هذا هذا اي في الغوز في البلو مارين شوفوا لي اللوينات 80 درهم هادو كيجيو اوفر سايز ها هما اليوم 80 شحال كانوا خنا ديال اختي 80 كانت شحال كانوا 100 درهم هذا ب 100 دابا ب 80 وكاين اللي كان الثمن ديالو 120 درهم دابا 80 درهم 80 درهم معليش صافي وهادو راه كاين بزاف في الموديلات بزاف الموديلات داكشي علاش الله يسخر شي حاجه مرحبا السراول تاهما اختينا ديال 100 درهم 100 درهم ها هما كيجيو مقبوطين السراول 52 حتى 52 شوفي حتى 52 سير فيهم الباش فيهم الكري فيهم الكري فيهم هاد الفا هذا وفيهم النوار اول مره تلقى هاد السروال ب 52 لا حتى السيكوند هذا 52 انا الاكثر الاكثريه ديال لي كليون ديالنا عندنا اكثر من 50% كلها كونطاي حتى 52 فيهم هاد السراول ديال السورفات 100 درهم بالاخر البنات شوفوا لي هاد الانسومبل هذا اللي كيبقى اليوم البنات 170 بدل 200 درهم لا ماي كيف ما كتشوفوا ها هما اييه مقطن وكيجي مستور من الظهر كيجي السروال عريض على هذا الشكل هذا ها نتوما وفيه الالوان في هذا اللون هذا عطيني المقاسات اختي ناديه طي ستوندار فيه الكري فيه الكري مفتوح فيه الكري مغلوق فيه البلو مارين فيه تال الدوبل وفيه البلو اللي لابسه خوله يلا البنات 170 200 درهم 170 البنات واعره هذا السروال هذا البنات جا واعر واعر ناديه اختي بقى تشكر فيه تشكر فيه عرفتي شنو درت البنات لبسته ها نتوما خطير فن عرفتوا علاش من هذاك الشكل اللي تيتيرا انا لبست فيه غير شحال عطيتيني 46 انا تلبست ال 50 كاين الموديل كنلبس فيه ال 50 كاين الموديل كنلبس فيه ال 52 لبست فيه غير 46 عرفتوا في اللبسه ديالو واعر كيفاش غنقول لكم ذاك الالاستيك ديالو كتوقفي وقف معاك كتجلسي كيجلس معاك خطير شكراتو لي انا ديال اختي قالت لي جا واحد السروال واعر وانا لبسته ها هو جا فن في اللبسه ديالو ايوا لبس معاه البليغ لبسه غير صنداله بالنسبه اللي ما كتبغيش شي حاجه لاصقه نهيله اجي شتو ما كيجيش لاصق ما كيجيش لاصق من التحت شتو ما كيجيش لاصق في صالته فنه واعره البنات السروال هانتوما البنات تمام صارم 100 درهم خطير لا غلا على واعر هذا السروال والقميجه اجا نهيله اجا نهيله شوفوا القميجه والقميجه 50 درهم 150 درهم اللبسه تبارك الله ها انتم البنات هذه القميجه 50 درهم انت اجي عندي هنا ها هذا الشيء اللي فيها حيت داك السولد اللي درنا اختي ناديه كتبوا لي راه مشينا مع جوج ونص ثلاثه لقينا السلعه طارت طارت ولكن راه ما شاء الله حيت 50 درهم 50 درهم هاتوا باش ما نزيدش باش ما نصورش لكم بزاف هذه طويله هذه طويله حتى هي 50 درهم البنات المهم السروال خذوها البنات وهذه القصيره مع دوك السراول العرب أيه. ما كتجيش قصيره كتجي مغطيه الظهر يد حتى هي 50 درهم ها انتم البنات ها السلعه ديال 50 درهم هادشي كله 50 درهم هادشي كله 50 درهم تبارك الله القوام جهدو ديال الكوبليته هما 50 درهم ها هي 150 درهم 50 درهم 1000 ريال يلا البنات ها هي دابا بحال هادي ها هي 50 درهم عرفتوا هادو معاش كيجيو كيجيو مع سرا والعراض كيجيو مع لي فيست 50 درهم واو بزاف ليكم ولا نعزها هاد الصف كامل 1000 ريال من حد هنا البنات 50 درهم ياك وهادو البنات راه هادشي الجديد ديال 80 وجوج 150 180 درهم باش كان دابا جوج 150 هادو الطوالين يلا سير سيدي كاين هاد الموديل ها نتوما كاين هاد الموديل باش ما نطولش عليكم شو دابا بحال هادي بلاتي اختي ناديه اللي كتبغي تلبس طويل ها انت تلبسها مع هذا شوفوا شوفوا كي غادي تجي غتجي فنه البنات واعره دابا بحال انا كنبغي الطويل غناخذ لي هاد القميجه هادي ان شاء الله باذن الله شوف هادو هادي فنه في اللبس هادي راه خديتها البنات هذيك المره حتى انا خديتها راه كتلبس حتى 3 اكس ال وجاتني انا كبيره وصبنتها وما شربتش كنلبسها مع سروال ماغو شوفوا اللوان اللي جاو فيها هذيك المره ما كانوش هاد الالوان ها الصفر ها الغوز ما شاء الله جوج 150 تقدري تاخدي هادي تقدري تاخدي موديل اخر ما تاخديش بحال بحال فنه 150 150 درهم شوفوا هاد الزواقه عاوتاني واو فنه 150 درهم ياك
كاينه هذه حتى هي فيها كاع اللوينات ديالها. ها انت كنحلوا بكيه بكيه. ها انت شوفوا 150 جوج 150 فرنسيه. ها هي البنات ثوب ديال الخيط. ثوب ديال الخيط ها انتوما. يلا دابا العطله الناس اللي غادي تجي لكازا والناس اللي غادي تسافر هذه. والله عرفتي كيجيو تبارك الله ما شاء الله كتاخذ 6-8 كتاخذ. حيت ملي كنت كانت السلعه اللي كنا صولدينا ما بقاتش. ناديه اختي مشات جابت لكم السلعه وخلاتها في النهايه. شنو هما المقاسات اللي فيها اختي ناديه؟ فيها ال وفيها الام ولكن كتلبس. كتلبس جوج ما شاء الله فن. هذه بالنسبه لي غون 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 طيب. شتي هما جوج ب 150 هما جوج كان 80 درهم 180 الوحده دابا جوج ب 150 ها انتما البنات. ها هي هاد البلاصه هنا حد هنا 80 وجوج ب 150 وحد هنا هادو حتى لهنايا حتى لهاد القوامج هادو هاد الشيء كله 50 درهم. هانتو اللي كتبقى وحده وحده. أيه. شوفوا القوامج اللي كانوا 120 130 50 درهم دابا. هاي 130 درهم دابا 50 درهم. فني القوامج البنات راه الثمن راه ما تلقاوش. هادو 50 درهم وغادي ندو هادو لهادو راه كيبغيوهم بزاف. اه هادو توب بوبلي اللي معروف الثمن ديالهم اقل الثمن 100 درهم دابا 50 درهم 1000 ريال تيجيو مع كل شيء مع الكلاس مع السبور. ها انتم البنات سريعوا شوفوا ها هما 50 درهم باش تعرفوني انا راه ما كان انا صادقه وفيهم حتى ديال ستان. ها هما شوف هادو ديال الكلاس. الكلاس هادو حتى هما يتلبسوا مع السروال اللي لابسه شيماء حتى هو ما شاء الله 1000 ريال. يجيو واعرين وندوزو الموديل اخر. يا اونسومبل اخر البنات بعد هذا شكراتو خاوله قالت لي اونسومبل واعر والثوب ديالو دافي. شوفوا لي ستيل ما شاء الله والثوب كيفاش داير كتجي اوفر سايز السروال كتجي فيه شوفوا اياه وكتجي طويله من الظهر مستوره من الظهر دوري خاوله. شوفوا من الدار كيفاش كتجي مستوره ما شاء الله. هانتوما فنه وفيها الالوان. اعطيني الالوان ديالها والمقاسات البنات الالوان اللي فيها والمقاسات وريني السروال اختي ناديه كيفاش داير من الداخل. اييه هانتوما فيها داك الاخضر اللي لابسه خوله فيها البوغدو فيها النوار وفيها الكامل. اعطيني اختي ناديه نشوفوا السروال خوله. شو السروال كيجي بلاستيك وكيجي وافي الطي اللي لبستي الطي ديالها كان جاها سروال كبير. تلبس الطروه هاد اللبسه 42 دونك تلبس الطروه اكس ال. ها انتم البنات فن هاد الانسومبل هذا والثوب ديالو زوين وحتى لا كوب ديالو زوين وسخونه دابا الكارون تلبس كارون سيس هي الطخوه. والثمن اختي ناديه هادو راه كانوا 230 هبطتهم ل 200 درهم. 200 درهم هاد الانسومبل هذا. يلا البنات نايضه لبسه اخرى البنات حتى هي بالسروال ديال 100 درهم السروال العجيب ما شاء الله ولبسناها مع هاد التريكو هذا ستيل هكا قبيه بلا قب توب ديال هدافي كتجي هكا طويله من الظهر وقصيره شويه من القدام. دابا العطله هذه كيخصنا غير لبسات سبور. بالنسبه للسروال هما هادو اللي تيجيو اللي تيلبسوا حتى ل 58 شوفوا ليا هانتوما جاو هكا بالصديفات كاين اللي فيهم الصديفات كاين اللي سامبل حتى هما الثوب ديالهم كيتيرا. السروال ديال الباندات لي ستراس هما هادو دابا جا فيهم الجديد اللي بغاتو هكا بلي ستراس كاين اللي بغاتو سامبل كاين. عندنا التريكو اللي لابسه خوله اللي الثوب ديالو حتى هو دافي هكا كيف ما كتشوفوا. هانتوما الثوب ديالو دافي عندنا فيه النوار عندنا فيه الماغون عندنا فيه هاد الموتارد هذا عندنا فيه الكري عندنا فيه الغوز وعندنا فيه الكري مفتوح. الثمن ديالهم ناديه اختي هادو الثمن 150 درهم. 150 درهم المقاسات ستوندا. يلا البنات سروال 100 وتريكو 150 مرحبا بكم. لبسه اخرى البنات ناسقناها لكم مع السروال ديال 100 درهم ليجينز ديال 100 درهم راه البليغات اللي كتشوفوا دابا نوريهم لكم راه حتى هما جابتهم اختي ناديه بالصبابط ديالهم. القميجات توب ديال الكريب روزا هادو حتى هما الاخرين اللي جاو اللي عندنا فيهم الالوان. هنايا الموديل لبسناهم لا مفتوحين كتلبسها بحال شكل الجاكيطه واللي بغاتها مسدوده راه غتاخذ تسدها. ها نتوما عندنا في هذا الاخضر كتجي طويله من الظهر قصيره شويه من القدام فيها النوار فيها تلوينه رائعه فيها البلوغوا فيها الاحمر فيها الباج الترابي فيها هذا الفيغ وهذا. ها نتوما فيها الابيض فيها الكاميل وفيها الاحمر هالالوان اللي فيها شتو. يلا سكريني والمقاسات ستوندار
وبالنسبه للسروال البنات هو السروال العجيب، السروال ديال لي ستراس جا فيه موديلات جد وريهم اختي ناديه. لا هادو عشاق سامبل. سامبل هو هذا السروال ديال 100 درهم اللي معروف بلي ستراس، دابا جاو فيه من السمول حتى ل 58. عطيني هذا راه عرفتي دابا ها اللي جا فيهم، جا فيهم هكا بالصدف سامبل. اييه ها انتم ها هو هذا السامبل هذا، وكاين هذا السامبل هذا، هادو 100 درهم. البنات راه السلعه كثيره كثيره كثيره، وحنا كنحاولوا ندوزوا لكم اكثر عدد ممكن، اكثر عدد ممكن من البيسات. احنا معاكم، خليكم معانا ياك، احنا معاكم خليكم معانا. يلا تحيه كبيره للجيش العثماني. الله يحفظك ليا اختي نادي. يلا نشوفوا البنات شنو لابس ليا. البنات الجديد اللي جا في الجاكيطه ديال الجين، اول مره هاد الكاميل هذا، يعني كنعرفوا كاين فيها الكحل وفيها اللون ديال الجين وفيها الازرق. اليوم جا جاو اللوان، جا هذا الكاميل جا غزال، ها انتوما جا واعر الكاميل. اختي ناديه فيه المقاسات، فيها النوار، النوار حتى الدوبل اكس ال، فيها البيج، فيها البيج هادو الاول، وفيها الزرق البيج. قرب لهم الثوب، قرب لهم الثوب باش يشوفوه كي داير شي واحد ثوب كي من هنايا زوين. فيها البيج والكامل اول مره، اما الكحل والزرق راهم كاينين. هذا كيبقى الجين، وهذا هو اللون دابا اللي لاعب، اللي لاعب ياك. وهذه اختي ها انت، ها انت الثمن، ها انت 150، 150 على مجيتك عندي. الله يحفظك سميتو، الله يحفظك اختي. 130 درهم جاكيطة طويلة البنات، ما شاء الله. شوفوا ضربوا لي على الطول البنات، طول هانتوما مستورة. والسيمانة الجاية راه غتكون الكرون طايل اللي حتى ل 52. وجيبي لنا حنا في هذا اللوان هذا، لا غنجيبوها ان شاء الله. هاكا جيبي لنا حنا في اللوينات. يلا البنات الجاكيطة ديال الجين اللي معروف الثمن ديالها 150، 130 درهم، وجاو فيها الكامل والباج. الله يحفظك ليا اختي نادي، الله يكبر بيك. الله يقولك دابا ديالنا كاملين، ديالنا كامل هذاك الشيء اللي كاين، حباباتنا وصحاباتنا كاملين. إذا البنات سروال اخر جا خطير ما شاء الله، ورينا السروال اختي ناديه، السروال اللي جا حتى هو جا سروال واعر، وكيلبس لي غون طاي، لبسناه مع هذا التريكو ديال لاماي. السروال هو هذا اليوم ناديه اختي برعتنا سراول، هذا حتى هو غزال، حتى هو منين جيت لابسه اختي ناديه قالت لي ها انت واحد السروال لطيفه واعر غيعجبك. شوفوا كيتيرا حتى هو، الستيل ديالو فيه دوك السيوره، لابسه نيت اختي ناديه. هذا باقي ما قيستوش البنات، ولكن حيت لابسه اختي ناديه شكراتو حتى هو. لابسه انا وبناتي وانت غزلان، والله حتى لابسه غزلان. غزلان لابسه، حيت ملي كتجي شي حاجه وكتكون زوينه كتستافدي بها حتى الاولى. مريح وكيتلبس، بغيت لبسيتها مع السبورت لبسيه. ما شاء الله كلاس، حيت ما مقبوطش من التحت كيجي ضغوا. انا هادو هما السراول اللي كيعجبوني، كيكون هكا يعني ما كيكونش مزير عليه، كيكون ضغوا في ايام، فيه الازرق فيه الاخضر فيه البلوغو وفيه النوار. 120 البنات، هذا بعتوا للناس اللي تقضاوه 130. كنعتذروا لكم ولكن هاي صافي غادي يشبعوا فيك عصا. 120، 120 درهم دابا غتبقى حتى المقاس الكبار. بالنسبه للتريكو د لاماي اياب جياب منه انتوما، ما شاء الله السلعه ديال برا، هذه السلعه ديال فرنسا ما شاء الله. ماشي دقيت حباب ولا فيه هذا اللون السيال، فيه النوار، فيه النوار، فيه البيج، فيه الكاميل، فيه الاخضر ملكي، وفيه كذلك الغوز. ها انتوما اللوينات اللي فيه، تيلبس الدوبل اكس ال، 180 درهم التريكو البنات، مرحبا بكم. ثاني البنات هذا حتى هو ديال لاماي، شوفوا كيفاش كيجي. هذا عاوتاني عندنا فيه هاد لي ستراس هادو هنايا، وهاد الديكور بحال هكا كيجي. هذا طويل، هذا طويل اللي كانت لابسه خوله، يعني كيجي مستور. ها انتوما فيه حتى هو من سمول ميديوم حتى للدوبل، ولكن الدوبل ديالها قالوا لي البنات فاطم الزهراء هذا الدوبل ديالو وافي، وافي فيه حتى هو، فيه هاد اللون هذا، فيه الكري، فيه هاد الفيغ، فيه الفيج، فيه النوار، وفيه الكاميل الماغو. التلوينه ديالو رائعه، ملبوس مع السروال ديال 100 درهم البنات ليكينز. وها انت لابسه لبيسه حتى هو 180، 180 هادو راه باعتهم اختي لاديا ب 200 درهم، ولكن المتابعين ديالنا 180 درهم. هي اللبسه البنات ما شاء الله، لبسه كامله بصباطها بسروالها بالتريكو. شوفوا لي الموديل ديال التريكو ما شاء الله، كيجا غزال هذا التريكو. هذا سروال ليكينز ديال 100 درهم، تريكو 120 هذا. شوفوا لي ها انتوما كيفاش كيجي هذا التريكو. هذا عندنا فيه الطويل والجياب، وعندنا فيه القصير. لا التريكو فيه الجياب، اعطيني ها انتوما شفتوا فيه الطويل وفيه القصير. ها هو الطويل لابساه لينا نهيله، ها انتوما
ها نتوما البنات شتو الطويل ديالو كيفاش كيجي. المحجبات نفس الموديل دوري نهيله كسوا والكميمات نفس الموديل شتو ها نتوما تلبسها كسيوه. البنات اللي ضعافات راه يديروا الحزام ولبساتها هي مع الموديل اللي لابسه خاوله صباط، نهيله لابساه بليغه. ها نتوما السروال اللي لابسه خاوله فيه جوج الالوان، حتى هو من السراول السروال العجيب، فيه هذا الماغون هذا ها هو وفيه النوار، هذا 120 هذا اللي كيجمع اللي كانت قالت لكم خاوله في الفيديو اللي فات كيجمع داير فحال لاكين، وجاو ليه صحاباته اللي بغاو السروال ياخذوا الطايه زايده على اللي كيلبسوا بحال دابا كتلبس اكس ال تاخذوا بالاكس ال ماشي الله يجمعها. هذا عجبك قالت لي هذا زوين اللي بالنسبه اللي باغا هكا اللي كتكون عندها الواد وكتبغي تلبسو مجموع، كيجمع هذا العكس ديال الاخرين، الاخرين كياخذ لاطاي ديالك يعني كتوقفي توقفي معاه، حتى هذا حتى هو الاستيك غير هو كيجمع كيدير سروال 120. المقاسات اللي فيه البنات فيه حتى 52 حتى 52 الثمن ديالو 120. وبالنسبه للتريكو اختي ناديه بالنسبه للتريكو هذا 200 درهم فيه، هذا 200 درهم عندنا فيه نفس الالوان القصير والطويل. ها نتوما فيه الكحل فيه الماغون فيه البيج وفيه الغوز نفس الالوان اللي في الطويل والمقاسات والمقاسات البنات ديالو الاكس ال ديالو كتلبس حتى ل 3 اكس ال، هذيك لابسه وكبير عليك حيت فصالته اوفر سايز يلبسوا الطروه اكس ال. طويل حتى هو نفس المود نفس الالوان و 250 طويل. البنات ركزوا معايا 220 طويل حيت كتبان لي من البعد بحال خمسه 220 غندير كلشي 200 كي الطويل كي يلا سير الله يسخن 200 والقصيره تلبس ب 200 يلا بحال بحال القصيره غتنوب على دابا القصيره غتخلص على الطويله صافي الله يسخر كل شيء تيحن مولانا حتى هو فيه نفس الالوان. يلا عليكم غير السكرين لبستها هذا كيجي طويل المحجبات اللي كتبغي شي حاجه هكا مستوره ها نتوما تلبسوه ما شاء الله. يلا الله يسخر دوزوا الموديل اخر صباط البنات باش ما ننساش صباط هو هذا ها نتوما فيه واحد السمله غزاله لبست انا غير الصابو ديالو مريح سلعه ديال الصبليونه البنات وخفيف فيه ثلاثه الالوان اربعه النواغ الباج درجات كيف ما كتشوفوا من 36 حتى 41 الثمن ديالو 200 درهم هذا الصباط هذا. وكاين حتى الصابوات ديالو شفتوا كاين حتى انا ديال اختي الصابو ديالو بشحال 180 شوفوا لي السميله ديالو سلعه برانيه البنات هادو السلعه ديال الاسبان اللي كتبغي شي حاجه بجوده لا كاليتي مزيانه فيهم ها نتوما حتى هما فيه نفس اللوينات هي اللبسه البنات حاولنا نلبسوا لكم لبسه. بالنسبه للصباط راه في لون التريكو التريكو غير عطى شويه راه تا هو فوشيا ما شاء الله تريكو د لاماي هذا فيه الصديفات ها نتوما والجياب كذلك ديروا هكا اوفر سايز شوفوا لي الموديل اييه هذا غير الميديوم يعني تلبس حتى 3 اكس ال. تريكو اختي ناديه فيه الالوان الالوان ديالو عندنا فيه هذا الفوشيا هذا تيلبس من السمول هو فيه السمول حتى الاكس ال حتى الدوبل الدوبل ديالو شلال الوان شلال الوان فيه الغوز فيه الجري فيه الفيغ الاخضر عرفتوا هذا البنات ها نتوما شفتوا كيفاش داير اييه منو فيه اوفر سايز فيه الابيض فيه البيج في هذا الموطارد هذا في هذا اللون فيه السيال فيه السيال فيه الكامل وفيه النوار شوفوا البنات دابا شوفوا ما اييه شوفوا لي الالوان ما شاء الله شفتوا البنات وهذا لي مونش ديالو هاد السلعه هادي الناس اللي كيشريوها راه ما كيعرفوها الثمن ديالو اختي ناديه هذا الثمن ديالو 200 درهم 4000 ريال راه يتهز حتى لهنا ويرجع كما كان هنا تنهضروا على الجوده ديال لاماي الجوده ديال لاماي حيت السلعه ديال برا الجوده ديال لاماي راه معروفه ما شاء الله وفيه الجياب والصديفات هذا دابا هذا البروبليم ديال هنايا الوزن الدرعان ما كيبانش جابوه حتى للبلاصه اللي كيكون فيها الدرعان الكتاف وقادوه ولبساتو مع الصباطه البنات نفسهم اللي وريتكم وهاد الصباطه البنات هانتوما راه فوشيا يقدو يلبسوه مع هادي مع الصاك ها هو دابا حنا نفريزونتيلو مع هادي
هانتوما شتي الصاك 200 ومع انت لابسه الفوشيه جاك هو هذاك اصاحبتك هذا الصاك هذا انتوما نشوف لكم ميه الصاك فيه الكاميل فيه الباج الصاك حتى هو تنسالي وندير لكم فيه واحد الجوله خفيفه نوريكم الصباط بالنسبه للصباط اللي لابسه خاوله فيه هذا الغوز هذا فيه النوار فيه الكاميل فيه هذا الباج وفيه الكري كري مفتوح شوفوا لي ها نتوما الصباط كيفاش داير ما شاء الله السميله ديالو هادو سلعه ما شاء الله الثمن اختينا ديال الصباط 200 درهم 200 درهم الصاك حتى هو هزيناه مع الصاك دافيد جونس البنات هذا الستيل هذا في النوار شوفي اخر ما اخر ما كاين اخر ما غنات ام كلثوم اخر ما كاين دافيد جونس شتي ها نتوما باش تعرفوا ها كيفاش كيكون شتي في هذه الالوان هذا اللون زوين نيود في هذا الكامل يعني مع الصبابط شوفوا شوفوا ديروا مع الصبابط خويا هذا مع الكامل مع الكامل ها هو في جوج ديال السماطي ها هو هذا شحال الثمن ديالو هذا هذاك 200 والصاك والصاك 300 300 درهم هذه راه اخر ما اخر دابا هذه تهزها كتشد بنتي هكا موديلات اللي جاو فيه هذا دابا تهزها هكا اييه وتهزي هكا وعاد البوندولير طويله ديالو البوندولير ديالو هي ما شاء الله الطويل هذا حتى هو في الطويل تريكوات طوالين هذا عاوتاني عنده لي استخاص هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا في الصدر هكا كيجي حتى هو بالجياب طويل وكيجي تقويصه شفتوا كيفاش ستيل ديالو وفي السروال اجي هنا باش ما نشدوش الناس وفيه لبسناه مع السروال ليغينز شفتوا هاد التريكو فيه الالوان فيه هاد السيال هذا فيه الخضر الفيغ او فيه الغوز فيه المارون فيه البيج فيه النوار وفيه هذا الاخضر هادو البنات 250 شحال ختي ناديه 220 220 درهم كيلبسو حتى هما حتى الطروه اكس ال اللي شفنا دابا البنات شوفوا لي الموديل اللي شفنا دابا هذا فيه هكا داخل فيه بحال هذا الصقلي وهذا طويل على الاخر هذا هو الفرق اللي بيناتهم نفس الموديل شفتوا هذا كيجي طويل عليه شويه واللون ماشي نفس اللون وهذوك الخطوط باينين دايرين بحال ستيل تخوات دي حتى هو فيه الجياب وفيه الالوان اللوينات اللي فيه شوفوا لي فيه هذا الغوز هذا فيه النوار فيه الكحل فيه السيال فيه البيج فيه المارون فيه هذا الفيغ او وفيه الخزي المقاسات حتى للطروه اكس ال الدوبل ديالو كتلبس الثمن ديالو اختي ناديه هذا الثمن ديالو 120 220 درهم عفوا 220 درهم لبسناه البنات مع هذا شتي قربي لهم باش يعرفوا هذا فيه بحال الصقلي شتي هذا فيه بحال الصقلي الكلتوب ديالو متين فشي شكل ثقيل واجد تف ما والو لبسناه مع هاد السنيدلات دابا اللي ستيل بانطوفه راه كيتلبسوا حتى هما جا هاد الستيل زوين عجبني داكشي بغيت نوريه لكم شفتوا كيفاش كيجي عندنا فيه هاد الباج عندنا فيه الكامل وعندنا فيه النوار كتكون فيه واحد السميله شوفوا ليا السميله ديالو كيفاش كيجي كيجي كله على هاد الشكل الثمن ديالو اختي ناديه هذا 100 درهم هادو 100 درهم من 36 حتى ل 40 حتى ل 40 120 شحال هذا؟ استسمح ولكن خرجت 100 خليها ب 100 100 درهم سير 120 100 درهم 120 ولكن 100 درهم صافي صافي ناديه راك المعده خرجت ما ترجعش فيها ما ترجعش في كلامي والله ما رجعت المهم خرجت 100 وما هي 120 وخرجت 100 صافي غيتباع ب 100 لا ما خسارهش يستاهلوا يستاهلوا الخير يستاهلوا كل خير السروال دائما قالت لك غيزلان كديروا لي المشاكل زعما حيت باعتها ب 120 ودابا اختي ناديه غلطت شوفي علمونا والدينا بكري قالت لك لحق يغمض عينه صافي هذه معروفه صافي وحيت حتى حنا ماشي قصدنا شوفي راه كل واحد كيدير رزقه كيدير رزق نعوضوها لهم حاجه اخرى ان شاء الله. انا فمي انا والله ما كنت قاصده ربي شاهد عليا ولكن ملي خرجت من فمي صح ما تعاودش ما تعاودش لها واخا ما ربحش فيها شتي ربح غا وجوههم غير لبسوها الله يحفظك انا دير ما عجباتك صافي ملي عجباتها صافي خليها ب 100 يلا الله يسخر الله يحفظك اختي الموديل هذا حتى هو البنات طويل تريكو بدوك لي ستراس جغزال شوفوا ملي لبسناه مع لي ميلا البنات في نفس اللون ديال نفس اللون ديال التريكو كي جغزال ما شاء الله هذه راه غوب هذه المره اللي ما دايرش الفوار تلبسها
مليبه مستوره. والمحجبات ما شاء الله كتجي حتى هي اوفر سايز كيف ما كتشوفوا، تلبس حتى 3 اكس ال الدوبل ديالهم تتلبس. هذه الطاي ستوندار ياك تلبس ستوندار ستوندار، هذه ستوندار البنات. دونك تلبس حتى الدوبل اكس ال، تلبس حتى الدوبل اكس ال حتى الدوبل. الالوان اللي فيها، في هذا الماغون ترابي، فيها البيج، فيها السيال، فيها الفير، فيها هذا الكاميل. هذا الثمن اختي ناديه، هذه 220 عوض 250. 220 يلاه ساريه. هادو راه قلت لي اختي ناديه باعهم 250. غزلان دابا غتقلق علينا. دابا حنا هادشي كنمشيو مع على حساب سميتو على حساب الضيافه ديالنا، الضيافه المتابعين. ضروري شوفي، ضروري ديري لهم الكار، ضروري ضروري، واخا غير فلوس الطاكسي غتجي عندك، غير تجي في الطاكسي بعد تجي مخلصه للطاكسي. الله يعطيك الخير، مرحبا بك بنت الخير. يا البنات لبسه اخرى كاملة مكمولة ما شاء الله. هذا الماغو هذا جا غزال، حتى التريكو زوين، لبسناه مع الصباط ما شاء الله. قالت لي اختي ناديه كي حطاته كي ما بقاش ما شاء الله. شوفوا لي الموديل ديال التريكو كيفاش مخدوم هكا هنايا، ها انتوما تيجي ما طويل ما قصير، الستيل ديالو هكا مستور شفتوا ما شاء الله، فيه اللوينه حتى هو. دائما السروال العجيب مع شملبوس. نشوفوا الالوان ديال التريكو ناديه اختي. انا دي اختي جلسات عييت يا اختي ناديه. لا ها الماغون في الكحل، جايين عندي الضياف اليوم. الله يبارك مجدنا اختي العشاء. معلومه اختي ويلي، مرحبا بكم من هنا حتى الداخله. حتى الداخله يلا سير. عندنا فيه النوار، الله يحفظك اختي ناديه. فيه الغوز، فيه البيج، فيه هذاك اللوين مهم ما عرفت كي داير، ما عرفت كي داير بحال صفر. لا لا ماشي كاموني، هذا غادي من صفوري من الصفرين. كاين هذا الفيغ وهذا وكاين الكري بهاد النجيمات هادو، بهاد لي ستراس اللي فيهم كيف ما كتشوفوا. وهنا كاينه هاد الستيل بحال هكا، هادو تا هما ستوندار، هادو تا هما تيلبسوا ستوندار البنات. الثمن ديالهم اختي ناديه 180 تيلبسوا ستوندار. بالنسبه للصباط البنات اللي هو هذا، دابا هادو هما الصبيبطات اللي دارجين على الموضه. هادو تا هما ديال سبان يا اختي ناديه. هادو تا هما السلعه ديال سبان، لي سبان فيه الكحل وفيه الماغون دان، وفيه الكحل دان، وفيه هادو جلد هكا كروكو. ها هو المقاسات من 6 حتى 40، حتى 40. والثمن ديالو تا هو 200 درهم. هاد الموديل تا هو في التريكوات طوال. هادو البنات اليوم ماشي 220، 180 درهم. شوفوا ليا انتوما، عطيني ندي اختي نشوف هنايا باش يشوفوا الديزاين ديالو ها كيفاش كيجي. اي هذا الطاي ديالو ستوندار، هذا ما كيجيوش عرض، هذا بالنسبه للبتي طاي. شتي حيت هو كيجي شو كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، ماشي بحال الاخرين اوفر سايز. هذا كيجي هكا شويه لاصق، يعني غيلبسوا البتي طاي. اييه فيه الغوز، فيه الكاميل، فيه الفيغ او، فيه تا هو هذا الموطارد، هذا فيه البيج، فيه الكحل. والموف اللي لابسه الموديل ديالنا ستوندار البنات. لبسه البنات كيف نسقنا لكم هذه اللبسه، هذه من السروال الجاكيت والتريكو كذلك. نبداو بالجيلي البنات، هادو موديلات ولا ولا جيلي سلعه تركيه اختي ناديه. الفن ديال السلعه هذا راه كنا صورناه ذاك العام البنات، وكانت ناط عليه ضجه عقلته. كندخل لينا معطل، كان جا معطل تبدا كيحل تيدفى. راه عجبدنا الستوك ديالنا وشفنا غير اليوم ما شاء الله شويه ديال الشتاء، حنا مضطروا. يا ربي تعطينا الشتاء يا ربي. يا امين يا رب. من اجل الصبيان ومن اجل الفلاح ومن اجل بكمات من اجل القلوب، راه كتغسل القلوب والله القاصه. عرفتي الشتا شنو كدير في كيف ما كتغسل الجو وكتغسل سبحان الله. يا ربي ترحمنا وتعطينا على قد وتعطينا على قد النفع. طلبنا الغيث ويقولوا الناس امين امين، وما عرفنا في الغداء فهمتيني، ضروري الله سبحانه وتعالى كيستجب الدعاء. كلنا نقولوا امين ان شاء الله باش ربي يرحمنا برحمته الواسعه. ياك حنا معاكم خليكم معنا الله يعطينا الشتاء يا ربي امين. بالنسبه للجيلية البنات راه دودون شفتوا، ها انتم دودون فيه السلسله وفيه الصدف، يعني تخدمي تلبسيه مسدود وفيه السير. اييه هذا كي لبساتو خالو تقول لنا فاتي واعرين هادو حيت عندها شفتو، ولا بغيتي تحزمي هكا وراه طاياتو كبار كبير هذا. راه اصلا كبير عليك
ها كيفاش كتجي. بغيتيه محلول صافي. انا كنلبس اكس ال بس فيه غير الام. الام ما شاء الله. حيت دونك يلبس طروه اختي ناديه. يقدر. طروه اكس ال. طيه كبيره وتقيسه. غنشوف لكم انا. ياك خفيف وسخون. مسخون يلا حلي باش نشوفوا التريكو. وبالنسبه للسروال اللي دابا لا طوندونس البنات هما هاد السراول العراضين هادو. ها هو شو هو اللي لابسه خوله. هو هاد السروال العريض كيجي في اللبسه. لبسناه مع التريكوات اللي غنصور لكم دابا ان شاء الله اللي تيجيو قصار. شفتوا هبط التريكو خوله اللي تيجيو قصار. هادو التريكوات اللي تيجيو قصار كيتلبسوا هكا. تلبسيهم هكا وتلبسي معاهم الجاكيطه البنات. السروال هو هذا فيه المقاسات تبارك الله 52 تبارك الله حتى 52 ما شاء الله. هذا راه من 44 من 46 حتى 52 ما شاء الله. الثمن ديالو اختي ناديه 150 وفيه النوار. ها الكحل ديالو تبارك الله زين. باغا شوفي غيزنا الكحل ما فيهش حتى 52. لا لا داك كيلبس حدو 48 يمكن 48 نقصي جوج طايات 44 كيلبس 44 نقصي جوج طايات كيلبس 44. الثمن ديالو اختي ناديه حتى هو 150 150 شحال الدودون كاع ما قلنا الثمن 350 الدودون 350 السروال 150 والتريكو البنات. هادو نوريكم الموديلات اللي فيهم بزاف ديال الموديلات. كيبقى هذا 130 هاد الموديلات هادو. اجي معايا اختي ناديه هما هادو بحال اللي لابسه خوله فيه الابيض فيه الخضر ملكي فيه الغوص فيه الكمال فيه البيج فيه هاد البلو هذا وفيه البلو مارين. كاين هاد الموديل هذا حتى هو هادو كلهم تيجيو قصار ديال لاماي. كيلبسوا كاين اللي فيهم بحال دابا هادو فيهم المقاسات. هادو فيهم المقاسات حتى هو تاع الدوبل. كاين هاد الشكل هادو كلهم هادو كيجيو تريكوات قصار 130 درهم. هادو اللي كيتلبسوا هكا مع الجواكت بحال هكا كيف ما لابساهم خوله 130 150 350. الصباط راه اللي تتقول لها المارون هذا الكحل ديالو 200 درهم من 36 حتى ل 40. هذا موديل اخر البنات في تريكوات لاماي. هذا لي غون طاي شفتوا هذا طايات كبار اللي لبس حتى للطروه والكات اكس ال حتى هو كيجي بالجياب. هذا لاماي ديالو داخل فيها السقلي. عطيني اللوان اختي ناديه شفتوا داخل فيها هذا السقلي هكا وفي الجياب. وهذو ثوبهم خفيف شو كيفاش داير ثوبهم خفيف. هذا كيجيو عرادين هذو وريتهم لكم على حساب لي غون طاي. عندنا فيهم هذا الباج هذا سير اختي ناديه عندنا فيه هذا الكاميل. عندنا فيه الماغون فيه النوار فيه البيج هذا البيج والبلون بيض فيه ماغون اخر نفس اللون والبيض كيتعاودوا اللون والغوز. لا ماشي كيتعاود هذا بحال الكغي. اييه وهذا الكغي شتي لا ماشي كاين فرق لا كاين فرق. والغوز كاين الغوز وعاد الباج. هادو 200 درهم تيلبسوا حتى للطروه وكات اكس ال. راه فيهم الثمن مزيان. حتى البنات شوفوا لي سروال باراشوت تاع البنات 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال ما كاينش 50 ما كاينش 100 درهم و 80 درهم 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال. اقل ثمن هذا داير 100 درهم اقل ثمن. هذا ماشي حتى ثمن الجمله هذا اقل. هذا فابور كادو وفي الالوان وفي الستوك وباش نعجبوك السولد والالوان والسولد ولامود والسولد ولي طاي 50 درهم باراشوت البنات. شوفوا الالوان كاملين فيه المقاسات كاملين فيه من السمول حتى للدوبل اكس ال باش يبدلوا البنوتات وفيه ستوك لا شا. اييه شوفوا لي الالوان اللي فيه كاملين. هذا ماشي سولد حيت فيه بياسة جوج. هذا سولد بالالوان كاملين وباقي فيه ستوك ديالو. ها هو كامل يلا سارعوا 50 درهم سروال باراشوت. القبيه تاع البنات وغنبدا لكم باول موديل اللي هو هذا سامبل بالسنسله كي جات مع الجين غزاله نتوما. سامبل ما فيها حتى شي حاجه وعندنا فيها الالوان. نادي يا اختي قلت لك عييتي لا لا ناضي جيبي اللوان شي رحنا عينا ولكن والله ما كان عيا في وجوههم. نشوفوا الالوان اللي فيهم يلا اللوينات. سيمانة قالت لي اختي نادية عاوتاني شكل ثاني. انتم الزراق في هذا الفيغ هذا اه دابا الوقت ديالهم القبيات وقتهم لا كالتي ديالهم زوينه الابيض. انتم البنات شوفوا كي دايره من الداخل شوفوا لاماي ديالها دايره بحال الفوطه اه الابيض فيه الاحمر
وفي الحمر والبلون كاسي، في البلون كاسي وفي حتى النوار، وفيها النوار. يلا ها الكحل الالوان كاين 170 درهم بالسلسله، واللي بغات بلا سلسله راه كاين بزاف الموديلات، راه بزاف. هنايا راه حيت ما قدوش ندوزو لهم كلش، هنا موديل ديال هاد القوميجات البنات حتى هما كيجيو زوينين في اللبس. تلبسيهم بحال دابا هي لابساهم مع هكا التريكو ديال لاماي، وكتلبسي معاه هادي هكا ملي تيكون البرد، فعود ما كتلبسي الكبوط ولا الجاكيطة، كتلبسي تقدري تخدمي بها مسدودة، تقدري تخليها محلولة. كتجي طويلة، التوب ديالها كاشمير بوكلات. هانتوما فيها البلوغوا، فيها داك الماغو اللي لابسة الموديل، فيها النواغ وفيها الغوز، كتلبس من الميديوم حتى لدوبل إكس إل و200 درهم. ها هو مسك البنات، شوفوا ليا الجديد والكسيوات، شوفوا ليا الموديل جغزال. هاد الكسيوه هادي شتويه وكتلبس، هادي لابسه هي غير الاكس ال ياك، الاكس ال اللي لابسه خاوله المقاس ديالها، كتلبس حتى للدوبل وجاتها كبيره. بغيت نقول يعني هادي جاتها كبيره ما شاء الله، عندنا فيها الالوان تتلبس من ال حتى للدوبل، الدوبل ديال تلبس الطروه. فيها هاد اللوين هذا اللي غالب فيه هذاك اللون الموطارد، فيها هاد اللون غالب عليه البوردو، وهذا غالب عليه الازرق، ثلاثه اللوينات. كتجيب السميطه ديالها جات غزاله، نتوما غتقولوا لي كيفاش جاتكم. فنة الثمن ديال اختي ناديه 180 درهم، كشمير خفيف سخونه، سخونه كشمير خفيف، كانت 230 180 درهم. قبل ما نختم البنات وعدتكم غندير لكم جوله في الصاك، غنوريكم الصاك، وعجبني واحد الصاك هنا، شوفوا الستيل ديالو شحال زويون مستيلي. اي شوفوا فيه هذا اللون، فيه الموف، فيه الخضر. الثمن ما فيش الثمن البنات، هذا الثمن ديالو ها هو 180 درهم اختي ناديه، 180 انا غنمشي لكم من هنا. شتو صيكان تبارك الله، كاين بزاف ديال الموديلات كاينين. هادو هادو حتى هما زوينين. الصاكان هذا ديال الخدمه، هذا الصاك ديال الخدمه اللي عندها الخدمه والجرة، فيه الغوز، فيه الشيبي، فيه الكحل. هادو شحال اختي ناديه؟ 220 220 هادو بحالهم، هادو جلد، هادو غير دخلت انا كيعجبني هذا الستيل، هو اللي كان اكثري صيكاني انا اكثريه كيكونوا بحال هكا. هذا جلد وجلد رطب، شوف جلد رطب وفيه الجياب حتى هو 220. كاينين هادو الصابو هذا ميديكا، هادو رجا والله القسم مضربو يومين، وخفيف وخفيف. كاين هذاك الموديل 150 وكاين هذا 150، هذاك راه فيها واش تلوانو الكحل ماغو البيج والكامل كيكون داو الديكراتي. هذا حتى هو فيه ثلاثه ديال الالوان، ومن 37 حتى ل 41 حتى ل 41 وهذا 180 هذا 130 درهم. 130 درهم حتى هو، انتو شوفوا راه هو مخيط، شتي راه سلعه مزيانه البنات، راه ماشي داك السلعه ديال اللي غيعوج لك هذا ما شاء الله. ورطباقي اللي واقفه بها النهار كامل. بالنسبه للساكين كاين حتى هادو الصغار، اييه دابا الساك غنوجدوا لك ان شاء الله الفيديو الاخر ان شاء الله، حيت وعدتهم قلت لهم غندير لكم جوله خفيفه. راه كيجيو شوفوا عاوتاني هذا الشيء، هذا صغير ومطور 180، كاين حتى هادو بحال هادوك اللي شفريتكم الكبار، هادو الصغار ديالهم 180. كاين موديلات كلاس، كاين هذا الموديل هذا حتى هو زوين، شوفوا لي بياسه في الغوز ولكن راه زوين. كاين هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا مطلاسي، ثلاثه الالوان. كاين عاوتاني هذا لالا، ها نتوما هذا حتى هو دافيد جونز هكا. كاين هذا الشكل هذا هكا، بلاتي واحد الشكل اللي شفت قبيله منين دخلت. شوفوا لي هذا الموديل هذا حتى هو، نوعدكم الفيديو الجاي ان شاء الله نركز لكم عليه. 200 درهم هذا الاخر، هذا راه دخل غير نهار الاربع وما بقاش 250 نهار الاربع دخل ما بقاش ما شاء الله. هذا شوفوا لي هذا الصاك البنات، فن. شوف شوفوا لي الصاك هز اختي ناديه، شوفوا لي الصويه كيفاش داير ما شاء الله يا اختي، لا كلاس يا اختي غزال. فيه هذا الفيغ او، فيه الماغو، فيه الصفر، فيه النوار. الصيكان تبارك الله موجود الخير، غنوعدكم ندير لكم فيديو خاص للصاك دافيد جونز. هذا 200 درهم، هذا 200 درهم. ديما ملي كتشوفوا دافيد جونز ديما كتلقايها مطبوعه، كتلقايها مطبوعه حتى في هذا راه 220، هذا 220 انا قلت لكم 200 درهم للمتابعين ديالنا. انتم الصيكان باش ما نطولش عليكم الفيديو اكثر، لهنا غادي نختموا ان شاء الله. هادشي هذا كي داير لطيفه، راه قلت لك اختي ناديه غنبقاو هذا هذا كيفاش داير، هذا راه كيتهز هكا وكيتهز هكا زعما شي حاجه، شتي كي داير ما شاء الله. حتى هذا راه من لي صاك اللي هما دابا بزاف كيقولوا لطيفه زكي شويه يدك وشدي لينا مزيان بالبوندولير ديالو الطويله، وعاد فيه هذيك مطبوع من الداخل. ها انتوما
شتيه كيكون مطبوع من الداخل باش تعرفوا بالله راه هو هذاك في الالوان ديالو الوانو فني الباج هانتي ها الباج النوار النوار الغوز في هذا الغوز في هذا الاخضر في هذا الفير وفي هذا الكامل فني شتيهم مهم انتظروني في الصاك ندير لكم ان شاء الله الحلقه الماجيه ندير لكم الصاك لهنا غادي نختموا اختي ناديه غادي نختموا هي نقولوا بالسلامه على المتابعين ديالنا باش نخليو حتى الناس حيت كيلقاونا كيصوروا كي دابا العطله الناس سمحي لينا اختي لطيفه مرحبا حبيبه ديالي مرحبا شي داخل شي خارج مرحبا الدنيا هاني اختي ناديه الدنيا يعطيك العوين حبابنا اللي جاوا عندنا وكيتلاقاو معايا المتابعات ديالي وكيسلموا عليا كيقولوا لي لطيفة تخيلناك هكا ورقيناك هكا مهم كيعجبني الحال انا نستانس مع المتابعات ديالي محبوبه الحمد لله الله يحفظك اختي نادي الله يحفظك من كل شر يا ربي امين هذا الشيء اللي غنقول لك لك وللمتابعين ديالي بالميت الله يحفظنا كاملين الله يحفظهم من كل شر يا ربي امين الله يحفظك يا اختي ناديه كاملين يا ربي يا ربي والحمد لله والشكر لله على النعمه اللي كينعم علينا الله الحمد لله حب الناس ما عندوش ثمن انت كتحمدوه وكيزيد اللهم لك الحمد لك حمدا كثيرا 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 مباركا يا الله والبنات ما غنزيدوش نطولوا عليكم وبسلامه عليكم يلا البنات في امان الله احبكم في الله بسلامه.